أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: حكم الله جل وعلا على إبليس بالكفر عندما أمره بالسجود فلم يسجد، فكفره من أي أنواع الكفر؟ كفر الاستكبار، أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفره من نوع الاستكبار والحسد، حسد آدم واستكبر عليه وقال أنا خير منه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.